إلى أخبار الاقتصاد، حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% مع هبوط للدولار وقرب سريان حظر كامل من الاتحاد الأوروبي على الخام الروسية. هذا وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ب 4.2% إلى 98.48 دولار للبرميل، ويتجه العقد صوب تسجيل ارتفاع أسبوعي بأكثر من 3%. هذا وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 4.7% إلى 92.31 دولار للبرميل، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بمقدار 5%.